سبحان الله يا اخي، الواحد بيتباعد كافي خير وشره، وتلاقي الهبد جاي لك من بعيد كده، اللي هو خلصنا احنا من موضوع محمد صلاح برشلونه، دخلنا بقى على مفاوضات الاهلي مع اشرف بن شرقي. وناس كتير جدا تقول لك يا جماعه ده وقع، ده خلاص بن شرقي خلص مع الاهلي، يا جماعه خلاص مبروك بن شرقي بقى اهلاوي. وشوبير نط في القصه قال لك بصوا، هو الاهلي هيبدا يفوض بن شرقي من يناير، اللي هو كابتن احمد ما نركب العقل شويه ونقعد نفكر بالعقل شويه. انا عارف ان موضوع العقل ده بالنسبه للاعلام المصري او الاعلام الرياضي او اي حاجه فيها اعلام هنا في مصر مش موجود خالص، بس نقعد نفكر كده. مين اهم عماله الاهلي الفتره الاخيره؟ بدر بنون اجنبي، علي معلول اجنبي، بيرسي تاو بيقدم اداء كويس من ساعه ما وصل اجنبي، ماكسوين لسه ما اثبتش جداره بس الراجل لسه جايبينه السنه دي اجنبي، اليو ديانج اجنبي. يبقى احنا نجيب بنشرب مكان مين؟ مكان مين؟ ما احنا مش محتاجين هري كتير. قبل ما تقول لي ان احنا هنتعاقد مع لعيب اجنبي قول لي هنمشي مين. والسؤال الثاني بقى الاهم، هل احنا هندفع لبن شرقي 2 مليون و700 الف دولار الفلوس اللي هو عايز ياخدها من نادي الزمالك عشان خاطر يجدد؟ هتقول لي لا، ما هو تيشيرت الاهلي غير. سيبك من الكلام ده، بن شرقي لعيب محترف. فهنا احنا كاهلي هندي بن شرقي 2 مليون و700 بعد المشاكل اللي حصلت في صفقه بيرسي تاو، وان بيرسي بقى بياخد اعلى لعيب في الفرقه؟ ده احنا ما لحقناش يا راجل نخلص موضوع بيرسي، هنجيب بن شرقي ونديله 2 مليون و700؟ انا عارف ان الكلام ده بيحرق دم جمهور الزمالك، وانتوا كل همكم ان انتوا توجعوا بطن جمهور الزمالك وتقولوا لهم لا بن شرقي مين؟ انا هفوت مصطفى فتحي، لا انا هفوت طارق حامد، لا اللي هو يابا انت مش محتاج اساسا، انت كل اللي انت محتاجه بس شويه هدوء وشويه عدم اثاره فتنه، اللي هو يا جماعه الزمالك بيغرق، الزمالك ما فيهوش فلوس، مالناش دعوه بلعيبه الزمالك، لان احنا ماشيين كويس، يبقى ليه هنروح نخش بقى عايزين ناخد لعيبه من الزمالك؟ طب احنا ما دخلناش، بس دلوقتي الاعلام بيربطنا بالتفاوض مع بن شرقي، ويطلع كمان واحد يقول لك ايه، اصل والله بن شرقي بيتفاوض مع نادي قاهري كبير. ما هو ممكن يتفاوض مع بيراميدز. ولا انتوا هتحسبوا ان بيراميدز مش قاهري؟ ما يا جماعه ما تخلوش حد يشتغلكم، ما تخلوش حد يخرجك عن شعورك، ما تخليش حد يخرجك عن تفكيرك ويخرجك عن عقلك. بن شرقي مش جاي عندنا النادي، واحنا مش في حاجه لاشرف بن شرقي، ومش في حاجه ان احنا نخش مع عداوه مع جمهور الزمالك بسبب لعيب، لان الموضوع مش مستاهل. مفترض الدوله تدعم الزمالك الفتره الحاليه بسبب المشاكل اللي فيه، مش مفترض ان احنا نقعد نتكلم على ان احنا عايزين نفضي النادي اكتر واكتر، لان الكلام ده بيجيب فتنه اكتر ما هو بيجيب ميمز وبيجيب كلام كتير. اتمنى ان الناس تقعد تفكر بالعقل، وتسيبك من الموضوع ان انت تقعد تغيظ صاحبك وما تغيظ صاحبك، لان احنا لو فضلنا في المرحله دي عمرنا في حياتنا ما هنتطور، ولا عمرنا في حياتنا هنتفرج على كوره في هذه البلاد. ربنا يرحمنا والله من كتر الهبد والمعاناه اللي الواحد بيعانيها لما بيقعد يتفرج على اي حاجه في الاعلام المصري. بس يلا، هي فتره بتاعت الطاقه في الدوري كده بتخليك قاعد ما وراكش اي حاجه وتقعد تتفرج على الاخبار الهبديه دي. لو عجبك الفيديو وانت جاي تتفرج على الفيديو الهبدي ده اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل سبسكرايب معانا.